ما حكم قول اللهم اجعل ثوابه لوالدينا؟ هذا فيه تفصيل، ما ورد به الدليل على أنه يعمل للأموات فلا بأس، كالصدقة عنهم والأضحية عنهم والحج والعمرة عنهم والدعاء لهم، هذا ورد به الدليل فيعمل عن الأموات ويكفي النية، لا حاجة إلى أنك تقول اللهم اجعل ثوابه، يكفي النية، إذا نويته للميت كفى هذا، وإذا قلت اللهم اجعل ثوابه لفلان فلا بأس، لكن الأولى الاقتصار على النية، والله يعلم جل وعلا نيتك وقصدك. أما ما لم يرد به دليل فإنه لا يعمل للأموات، لا الصلاة ولا غيرها من العبادات التي لم يرد، ولا قراءة القرآن، هذا ما ورد به دليل عن الميت، لا، الذي ما ورد به دليل أنه يعمل عن الميت لا يعمل. الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اقتصر على ما ورد به الدليل وهو الصدقة عن الميت، الدعاء للميت، الحج للميت، العمرة للميت، هذا كله ورد به الدليل والحمد لله، وفيه خير، فيه خير إذا تقبله الله عز وجل. نعم.